هل تجوز مصافحة أم الزوجة والسفر معها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. تسأل وفقك الله، هل يجوز للرجل أن يصافح أم زوجته؟ نعم، لا بأس بذلك، لأنها من محارمه، لأن الله جل وعلا حرم أم الزوجة على زوج ابنتها تحريما مؤبدا، فهي من محارمك، لا بأس أن تصافحها وأن تسافر بها وتكون محرما لها، إلا إذا خشيت من الفتنة فإنك لا تصافحها. إذا خشيت بالمصافحة من وجود فتنة أو ثوران شهوة فلا تصافحها، أما ما لم يكن هناك محذور فلا بأس بذلك أن تصافحها وأن تسافر بها وتكون محرما لها، لأنها أصبحت من محارمك بموجب العقد على ابنتها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.